وان اديشن للتشو الليمفويد دندريتك سيلز. تمام، نحن اليوم بهاي المحاضره بهمنا الليمفويد اللي هم البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت. الكومن مايلويد بروجينيتور برضو بتروح ان سيفيرال ستيبس اند ديفرنشيشن لحتى تعطيني مين، لحتى تعطيني كل باقي البلد كومبوننت، كل باقي البلد سيلز. رح تعطينا الميجا كاريوبلاست اللي رح تعطيني بالاخير البليتلتس، رح تعطينا الاريثروبلاست اللي رح تعطيني بالاخير الاريثروسايت او الريد بلد سيل، ورح تعطيني الميلوبلاست اللي هي ويل ديفرنشيت ل الاذر تايب اوف وايت بلد سيلز اللي هم النيوتروفيلز بيزوفيلز ايزينوفيلز بالضبط. In addition to monocytes that will differentiate into macrophages or myeloid dendritic cells that are present within the tissue. فأنا عندي mature form موجود either in blood أو in tissue via certain cells زي mast cell والmacrophages والdendritic cells. وعندي كل immature form وين موجود؟ موجود جوا البون مرة. إذا أنا بلشت أشوف immature forms موجودين بالperipheral blood معناته البيشنت شو في عنده leukemia. تمام، هذول ممنوع يطلعوا من البون مارو الا بالماتشور فورم. اذا صرت اشوفهم بالبلاد معناته ذس از لوكيميا. طيب ايش هم الهيماتولوجيكال مالجنسيز؟ ايذر مايلويد ديس اوردر ارايزنج فروم ذا كومون مايلويد بروجينيتور او ليمفويد ارايزنج فروم ذا كومون ليمفويد بروجينيتور. المايلويد ديس اوردرز يا اكيوت يا كرونيك، اكيوت مايلويد لوكيميا، كرونيك مايلويد ديزيز او ديس اوردر. الليمفويد ديسوردرز يا اما اكيوت ليمفويد لوكيميا يا اما كرونيك ليمفويد ديسوردر. اذا بتشوفوا هون الكرونيك مايلويد ديسوردر رح يكون لهم محاضره لحالهم. اليوم رح نحكي بس عن هاي الاكيوت مايلويد لوكيميا والاكيوت ليمفويد لوكيميا. الكرونيك ليمفويد ديسوردر رح نحكي عنهم بمحاضرات الليمفوما، والكرونيك مايلويد ديسوردر رح يكون لهم محاضره لحالهم اللي هم انفولفينج مايلو بروليفراتيف نيوبلازمز in addition to the chronic myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome while atypical chronic myeloid disorders. تمام؟ فهذا هو الكلاسيفيكيشن لكل الهيماتولوجيكال مالجنسيز اللي رح تمر عليك. طيب حتى افهم انا بالبدايه كيف بدي احكي عن الاكيوت الليمفوبلاستيك ليوكيميا او الليمفوبلاستيك ليمفوما، لازم تفهم شيء اسمه كلاستر اوف ديفرنشيشن. شو يعني؟ يعني هالكومن ليمفويد بروجينيتور هاي وهي عم تعمل لي ماتشورينج انتو ذا فول فورم الموست ماتشور فورم من البي ليمفوسايت او التي ليمفوسايت، بيكون في عليها السيرفيس لها او within the cytoplasm او within the nucleus في certain proteins هم عباره عن انتيجين ذات سبيسيفاي ايش السيل تايب هذا الموجود عندي. تمام، لما بتعمل ماتوريشن ممكن تو اكواير نيو انتيجين تو لوز certain انتيجينز كانوا موجودين عندها. تمام؟ طيب نطلع هون. This is the lymphoid stem cell أو the common lymphoid progenitor. نطلع عليها شو بتلاقي؟ الأشياء اللي بديك تعرفهم. Cluster of differentiation اللي هو CD34. وإشي ثاني موجود جوا the nucleus of the lymphoid progenitor اللي بسميه TDT. TDT is a type of enzyme اللي هو the transferase enzyme. إذا بتراقب هاي الليمفويد بروجينيتور سيل كيف رح يصير لها ماتوريشن انتو بي ليمفوسايت او تي ليمفوسايت، رح تلاقي انه هدول الانتيجنز اللي موجودين عندها شو مالهم؟ تغيروا، في اشي منهم راح، طلع كيف الماتور فورم ما فيها لا تي دي تي ولا سي دي 34 واخذت انتيجنز ثانيين اللي هم مينلي سي دي 19 20 21 اند 22. بالمقابل التي ليمفوسايت نفس الفكرة، صارت تفقد انتيجنز وتكسب انتيجنز ثانيين، فبالتالي التي دي تي والسي دي 34 اللي كانت كومن بالبروجينيتور او بالستيم سيل بطلت موجودة على الماتشور فورم اوف تي ليمفوسايت، والتي ليمفوسايت اخذت لي كلاستر اوف ديفرنشيشن ثانيين عرفوها اللي هم سي دي 2 سي دي 3 سي دي 4 والسي دي 5. هاي الارقام الصغيرة. تمام، طب انا شو بدي استفيد من هدول الانتيجنز الموجودين على السيرفيس اور ويذن the nucleus or within the cytoplasm of the cell. أول شيء أنا بقدر أميز هالسل اللي أنا شايفيتها هل هي mature ولا immature، وثاني شيء أنا بقدر أعرف هالسل اللي أنا شايفيتها هل هي lymphoid ولا هل هي B lymphoid ولا T lymphoid. تمام،
اللي بدي اياكم تعرفوهم هم السي دي 34 والتي دي تي، لانه هذول ماركرز اوف اماتوريتي. بدي اياك تعرف انه البي ليمفوسايت اكوايرز سي دي 10 19 20 21 و22، هذول بنسميهم بي سيل ماركرز. بينما التي ليمفوسايت شو بتاخذ؟ بتاخذ الارقام الصغيره سي دي 1 سي دي 2 3 4 5 7 و 8. كيف بدي اعرف انا بالمختبر هذول موجودين على السيرفيس اوف ذا سيل؟ انا كيف بدي استفيد من هاي هذا الشيء كلينيكلي بانه لما تجيني هلا بلاد سامبل اعرف ايش الانتيجنز اللي موجودين عليها؟ انه انا بصنع انتي بوديز بنسميهم اميونوستينز، هذول الصبغات المناعيه اللي بيعملوها بالمختبر. الاميونوستين بيكون سبيسيفيك لكل تايب اوف انتيجن. انا عندي الليمفويد اجريجيشن بدي اعرف اياها مثلا بي واياها تي، بعمل سي دي 20 وبعمل سي دي 3. البي ليمفوسايت رح ياخذوا لون السي دي 20 رح يكون لونهم بني مبين، والسي دي 3 رح تاخذ بني برضه بس رح يكونوا صبغين اللي هم التي ليمفوسايت. طبعا كل صبغه بنعملها لحال، يعني السي دي 20 بس بتصبغ لي البي ليمفوسايت والباقيين مش ماخذين لون، السي دي 3 بتصبغ لي التي ليمفوسايت والباقيين مش ماخذين لون. في دول ستيننج انه بتكون certain immune stains كل واحدة بتاخذ لون مختلف، بتقدر تصبغهم على نفس السلايد على سلايد واحدة، فالبي بتبين لك بلون والتي بتبين لك بلون، بس هنا مش applicable يعني خلص كل واحدة بستيننج لحالها. تمام؟ وهذول الكلاسترز اوف ديفرنشيشن هم اللي رح يميزوني انا كيف اشخص الليمفوما او كيف اشخص اللوكيميا لما تجيني هالبون مارو بايوبسي او تجيني هالليمفون بايوبسي. So acute leukemia، الليوكيميا is a malignancy or a new plastic proliferation، معناته بنطبق عليها الديفينيشن لكل the new plastic diseases، معناته انا في عندي clonal proliferation، عندي abnormal proliferation للسيلز انا مش قادر اسيطر عليهم. تمام؟ معناته هذول السيل هم برا السيل سايكل، هم لهم سيل سايكل لحالها، معناته uncontrolled، معناته الديفينيشن لإلها اسرع من النورمال، من النورمال سيل، لهيك هي بتاخذ السبيس تاع النورمال. فلما تطلع على البون مرو بتلاقي انفلتريتد باي دي مالجننت سيل اكثر من النورمال سيل لانه الديفيجن لهم اسرع. تمام؟ فهي بتاخذ الادفانتج عن النورمال هيماتوبويتيك سيلز. طيب وين هالهيماتوبويتيسز بصير؟ الديفرس ديبندنج اون ذا ايج، الفيتس ببلش فيه الهيماتوبويتيسز within the yolk sac وليتر اون within the second trimester ببلش البون مرو ال will form bone marrow اللي نحن بنعرفه ببلش to take place rather than the yolk sac. طلعوا كيف in between عندي الليبر وعندي السبلين عندي الليمف نود برضه ممكن يعملوا لي hematopoiesis within the fetus. ولهيك كنا نحكي لما يصير في عنا extramedullary hematopoiesis اكثر شيء affected وين بيكون؟ بالليبر بالسبلين بالليمف نود، لانه هم بالاساس عندهم stem cell of hematopoiesis، فانا متى ما احتجتهم صار لهم اكتيفيشن. تمام؟ طيب افتر بيرث ايرلي ان لايف تقريبا اول 10 سنين بيكون في انفولفمنت لديفرنت تايبس اوف بونز، في هالبون مارو اكتف بيعمل لي هيماتوبيسز، منها اللونج بونز ومنها برضه الفلات بونز. اللونج بونز زي التيبيا والفيمر، الفلات بونز انا بحكي على الفيرتبرا بحكي على الاسترنام بالضبط. هلا كل ما كبر الواحد بالعمر بقل الـ production of hematopoietic element from the long bones، ومين بياخذ الـ advantage؟ الـ flat bones. لهيك بتلاقي أكثر إشي hematopoiesis عندنا بالربس بالاسترنا، وأهم إشي بالـ vertebra أو بالـ pelvic bones. شو بيهمني هذا الكلام؟ بيهمني إنه أنا من وين أقدر آخذ الـ bone marrow biopsy حتى أشخص المريض بالليوكيميا يلي عنده. من وين بدنا ناخذها؟ من البلفيك بونز، مينلي من الايليك كريست، هاي التب. ليش من هاي التب؟ ليه ما اخذتها من الفيرتبرا مع انهم الاثنين بيعطوني هاي سيلولاريتي للهيماتوبيسز وريمينز فور لونج لايف تقريبا؟ ابليكابل اكثر، اسهل اكثر، لانه الايليك كريست از بروميننت سوبرفيشال، فالمريض ما بده سي تي جايدد ولا بده التراساوند جايدد ولا شيء، عادي بتدخل المريض على هالغرفة وباي بالبيشن يو كان ديتكت من وين انا بقدر اخذ هاي البايبسي. تمام؟
Clinical features of acute leukemia زيها زي أي malignancy تانية. المريض دائما تعبان. Features of anemia موجودة فيها. Features of decreased functional white blood cell موجودة فيها عشان هيك هم more prone for infections. Features of decreased platelet production or function برضو موجودة فيها عشان هيك هم prone إنه يصير عندهم the skin rashes مثل purpura والbleeding. In addition to pain طبعا بسبب the expansion of bone marrow by the new plastic cells. Lymphadenopathy and organomegaly this is very common لأنه هم part أساسا يلي بيكون فيه السيلز نفسهم اللي افكتد اساسا موجودين بالليمف نود موجودين بالسبين موجودين بالليبر. سكين اند ميكوكوتينوس انفلتريشن ممكن نشوفها بسيرتن تايبس من اللوكيميا مش فيهم كلهم منها الاكيوت مايلويد لوكيميا تايب ان 5 رح نحكي عنه ليتر اون. الهايبر ليكوسايتوبلاستيك سيندروم شو يعني؟ يعني الليكوسايتس الوايت بلاد سيل كاونت از فيري هاي بس still non-functional. تمام؟ فإذا بتعمل الwhite blood cell count للpatients هذولا أغلبهم بتلاقيهم أكثر حتى من 50,000 أكثر من 100,000 الwhite blood cell. بس لما تيجي تطلع على differential بالCBC differential هو بعطيك نسبة كل component من الwhite blood cell رح تلاقي إنه the neutrophils شو معلهم very low مع إنه the neutrophil بالnormal person لازم يكونوا هم أعلى شيء. تمام؟ فبتلاقي المريض عنده leukocytosis بس بنفس الوقت نيوتروبينيا. Lab findings زي ما حكينا انيميا اند ريتيكولوسايتوبينيا. ريتيكولوسايتوبينيا it will reflect the abnormality within the bone marrow. تمام؟ البون مارو از نون فانكشنال في فيلير بالبون مارو بسبب النيو بلاستيك بروليفريشن اللي صار فيها فبالتالي ما راح يعطيني ريتيكولوسايت تو كومبنسيت فور ذا انيميا. فبتلاقي المريض عنده انيميا وريتيكولوسايتوبينيا ات ذا سيم تايم. هاي وايت بلاد سيل كاونت زي ما حكينا مور ذان 70% اوف كيسز ونيوتروبينيا ات ذا سيم تايم. بس كيب ان مايند انه مش كل البيشنت ممكن تلاقي عندهم هاي وايت بلاد سيل كاونت يعني اتس فاريبل بس اغلبهم thrombocytopenia bone marrow hypercellular in majority of cases في some cases يعني بتروح out of the box وبتعمل لي hypocellularity. CSF involvement 5% من البيشنت بتشخصوا بالacute leukemia at time of diagnosis بيكون في already صاير عندهم spreading للneural system اللي هو دائما بياخذوا مع البone marrow شو بياخذوا معهم بياخذوا معهم CSF fluid وبيتأكدوا هذا الفلويد هل هي فيه cerebrospinal fluid فيه نيو بلاستيك involvement ولا لا لأنه بهاي الحالة أنت لازم تعالج برضه intrathecal تعطي المريض الكيموثيرابيز to eliminate the new plastic cells within the nervous system. تمام؟ الأكيوت lymphoblastic leukemia slash lymphoma دائما نسميها slash lymphoma لأنه هم الثنتين سواء كانت لوكيميا ولا ليمفوما تعطيني نفس المورفولوجي تعطيني نفس الكلينيكال فايندينغ تعطيني نفس اللاب تيست. الاختلاف فيها قد ايه الانفولمنت صار للبون مارو قد ايه الانفولمنت صار للتشو للليمفويد سيل. اذا كان مينلي more than 25% من البون مارو انفولد باي نيو بلاستيك سيل وما عندي كثير انفولمنت بالبريفيرال بلود وما عندي كثير انفولمنت بالسبلين او بالليمف نود معناته ديس لوكيميا. بس إذا كان عندي تشو انفولفمنت والانفولفمنت اوف دي بون مارو أقل من 25% معناته مين أكثر اللي بالتشو معناته ديس ليمفوما. بس بالعادة يعني بتقارير الباثولوجي بنكتبهم هيك زي بعض أكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا سلاش ليمفوما. لأنه بتيجيك عينة واحدة بتيجيك عينة البون مارو مثلا أو بتيجي يو هاف تو إكزامين ذا أذر تشو برضه حتى تتأكد هل فيها ولا لا. So ALL malignant clonal expansion of immature lymphoid cells اللي هم بسميهم lymphoblasts involving bone marrow sometimes nodal or extranodal sites mainly liver with spleen. ALL is the most common malignancy in children وبالعادة بالboys and girls وبتكون predominant by certain ethnic groups. هلا بالنسبة للBALL والTALL البALL more common in children يعني 85% من الأكيوت lymphoblastic leukemia بالchildren بتكون من الـ B و only 15% بتكون T. بعكس مين لما يكبر شوي بالعمر الأدولسنت بالأدولسنت لا الـ TALL أكثر من
البي ال ال لانه شوي كثير ريليتد للثايمس تمام. والميجر اكتيفيتي للثايمس بتكون عند هذول الادوليسنس لانه بعديها لازم يصير فيها ريجريشن. اذا ما صار فيها ريجريشن ممكن تعمل البروليفريشن اوف تي اي ال ال تمام. في سيرتن ايتيولوجيك اسوسيشن الايونايزنج راديشن اني تايب راديشن بيزيد الريسك اوف اي مالجنسي منها الهيماتوباتيك مالجنسيز. ترايسومي 21 بيشنت وذ داون سيندروم ار ات هاي ريسك انه يصير عندهم اي ال ال والبيشنتس اللي عندهم اي تايب من الاميون ديفيشنسي ديزيزز. ليش؟ لانه الليمفوسايت اساسا بورت من الاميون سيستم صح؟ فدول الاميون ديفيشنت انا بتوقع انه في عندهم جينيتيك ميوتيشن ما عم تعطيني هالليمفوسايت بشكل صح ف they are more prone انه يصير عندهم الليكيميا. كلينيكال فيتشرز انيميا فيفر زي اي مالجنسي بسبب الاليفيشن اوف سايتوكاينز. بون بين بسبب الاكسبانشن اوف ذا بون مارو. ثرومبوسايتوبينيا هيباتوسبلينوميجالي ليمفادينوباثي اند ميديستاينال ماب ذس از مور كومن زي ما حكينا بالتي اي ال ال راذر ذان ذا بي اي ال ال. لاب ريزلتس بريفيرال بلاد ليكوسايتوس زي ما حكينا الليفيتد ليفل اوف وايت بلاد سيل كاونت وذ نيوتروبينيا. وهذول الوايت بي سي شو بدهم يكونوا؟ يكونوا نون فانكشنال بدهم يكونوا بلاست. السي بي سي ما بيميز لي هل هي ماتور ولا اماتور تمام. سي بي سي بعطيك كاونت كامل لكل الوايت بي سيز بغض النظر شو هم. لما تفحص هذول الوايت بي سيز رح تلاقي انه هم اغلبهم بلاست. بالعاده لحتى نشخص اللوكيميا لازم يكون في مور ذان 20 تو 25% من البريفيرال بلاد عباره عن بلاست. Normal or decreased white blood cell count برضو في certain cases. Anemia and thrombocytopenia. Bone marrow زي ما حكينا most of the cases بيكون hypercellular bone marrow due to proliferation of the neoplastic cells. هذول neoplastic cells أول ما تطلع عليهم بتميزهم لأنه زيهم زي أي neoplastic cell ثانية irregular in shape. الكروماتين تاعهم irregular. Cytoplasm abnormal. Nucleoli prominent. هلا شوفوا features ده في الوحدة. High mitotic index اللي indicates the high proliferation. The mitotic index بالعادة نعمل له immunoassay نسميها Ki-67. هذا proliferative index. كل ما كان هالبون مرو كله ما قد لي Ki-67 ما طلب أنا بحكي على proliferation عالي. معناته بس abnormal معناته neoplastic. عادي إني أشوف شوية proliferation بالhematopoiesis بالnormal بون مرو لأنه هم أساساً dividing بس اني اشوفهم in sheet لا تمام. البلاست سيلز طبعا هم الموست امبورتنت كومبوننت حتى اني تو ديتكت لحتى اشخص المريض في الليكيميا. وبالعاده بنستخدم مين؟ بنستخدم كلاسترز اوف ديفرنشيشن اوف ايش الاماتشور فورمز اللي هم مين كانوا بالبدايه السي دي 34 والتي دي تي وراح يمر عليك فوق واحد ثالث اللي هو الميلو بيروكسيديز. التي دي تي والسي دي 34 ممكن تشوفهم ببوث بالليمفويد والمايلويد تمام. اللي الميلو بيروكسيديز وين بدي اشوفها؟ بشوفها بتذكروا كنا نحكي عن النيوتروفيل ات يوزز ميلو بيروكسيديز انزايم تو فايت انفكشنز تو فايت بكتيريال انفكشنز. هذا الميلو بيروكسيديز انزايم بدلني انه اذا موجود معناته انا بحكي على مايلويد مش ليمفويد سيل. فبالتالي انا عم بحكي على AML acute myeloid leukemia rather than acute lymphoid leukemia. فبال ALL هاي اللي بنحكي عنها رح تكون الميلو بيروكسيديز نيجاتيف بينما بال AML رح يكون بوزيتيف تمام. هو اللي رح يميز لانه بالشكل بالمورفولوجي الميلو بلاست كثير بتشبه الليمفوبلاست تمام. فانت ممكن على البريفيرال بلاد ما تميز هل هم مايلويد ولا ليمفويد. السبلين زي ما حكينا due to infiltration بيكون في عندهم splenomegaly and central nervous system involvement and meningeal spreading. فبيجي ال patient بي headache, vomiting, nerve palsies حسب depending on which part of the brain affected by the neoplastic proliferation. طيب هذا التابل بين لنا major differences between the precursor B cell lymphoblastic leukemia وال precursor T cell lymphoblastic leukemia. حكينا انه 85% من childhood acute leukemia هي عباره عن ايش؟ بالضبط. بينما التي مور كومون ان ادلتس او اللي هم الادوليسنتس.
باي مورفولوجي بنشوف الليمفوبلاست، الليمفوبلاست بالبي وبالتي ار ايدنتيكال نفس الشكل، فبالتالي الشيء الوحيد اللي ممكن يميز لي بينهم هو اني اعمل فورد تيستينج حتى اشوف ايش الماركرز اللي موجودين عليه حتى يميز هل هو بي لاين ولا تي لاين. تي لاين تي دي تي بوزيتيف بالبي سيل وبوزيتيف بالتي سيل، لانه حكينا هو بالاماتشور فورمز اساسا. البروجينيتور هي نفسها موجود عليها التي دي تي بغض النظر هل رح تعطيني بي ولا رح تعطيني تي. طيب بالنسبه للبي اي ال ال بالعاده بتيجي باكيوت لوكيميا less common in adults prognosis dependent on the karyotype. في certain genetic mutations بتصير تعمل لي اي ال ال with favorable prognosis، وفي اشياء لا البروجنوسيس بيكون لها اسوء. بينما التي ليمفوسايت مش كثير بيفرق الكاريوتايب، يعني ما في كاريوتايبينج يحكي لك انه هاي تي ال ال احسن من الثانيه. الميوتيشن بتصير بالتي ليمفوسايت يا اما بالترانسكريبشن او شيء بسميه التي سيل ريسبتور ري ارينجمنت. هذا التي سيل ريسبتور بتكون فيه ميوتيشن، من ضمن هذول الميوتيشنز هو شيء بنسميه نوتش 1 ميوتيشن، هاي فيري كومن وين بالتي اي ال ال. تمام، فالبروجنوسيس بيفرق حسب الكاريوتايب بالبي اي ال ال، بس ما بيفرق عندي بالتي اي ال ال، وان جنرال التي اي ال ال اسوء من البي. So regarding genetics, approximately 90% of ALL have karyotyping abnormalities. هلا بفرجيكم الكلاسيفيكيشن لل ALL بشكل عام. Most common in child pre-B cell tumor are hyperdiploidy. شو يعني hyperdiploidy؟ يعني المريض عنده أكثر من 46 كروموسومز، عنده 47، عنده 41، عنده 51، عنده 52. كل ما زاد الhyperploidy بيكون البروجنوسيس للمريض أحسن. الشغلة الثانية اللي هي الترانسلوكيشن 12-21 برضو associated with a good prognosis لهذا البيشن. شو يعني good prognosis؟ يعني هذا المريض إذا شديت الهمة عليه وعطيت الأجريسيف كيموثيرابي اللي هو بحاجة لها ممكن يوصل لمرحلة الكيور. تمام؟ 25% of adult pre-B cell tumor فيكون عندهم ال ABL BCR translocation 922 اللي هي إيش بنسميها؟ فيلادلفيا كروموسوم. رح يمر عليكم برضو تعمل لي other types of leukemia منها الكرونيك مايلويد leukemia. تمام؟ طبعا هون ما تتخربطوا انه هل ممكن اشوف بي اي ال ال بالادلت؟ اكيد يس. هون زي ما حكينا على البري تي سيل الموست امبورتنت هو التي سيل ريسبتور، فدائما بس نشوف بمريض جايتك عينه البون مارو له شاكك انه عنده تي اي ال ال، شو بنروح نطلب له جيناتك تيستينج اللي هو تي سيل ريسبتور ري ارينجمنت حتى يبين لي وين البوينت ميوتيشن اللي صارت. فالميوتيشن بالتي اي ال ال ما بتكون ترانسلوكيشن زي البي. تمام؟ طيب هاو تو كلاسيفاي اكيوت lymphoblastic leukemia. في عندنا two classification systems، أول شيء WHO أو في الثاني الفاب. أهم واحد هو WHO. WHO بيصنف ال ALL depends على molecular pathology، إيش ال chromosomal abnormality، إيش ال genetic abnormality اللي صارت عند المريض. نطلع على هون، هذا هو WHO classification. ال ALL either B or T. البي يا اما انا I can't detect the genetic mutation فبسميها BALL with recurrent genetic abnormality which involve the hypodiploidy with hyper 922 اللي حكينا عنها 1221 in addition to other translocation mutations، او اما انا I can't detect the type. شو بسميها BALL not otherwise specified. تمام؟ ممكن ال BALL not otherwise specified يا إما I can't detect the genetic mutation ما بعرف شو هي، يا إما هي مش من ال genetic mutations اللي مصنفة عالميا، يا إما أنا ما عندي الفحوصات اللازمة حتى إني أقدر أعمل ال genetic mutation وأحدد شو هي، فبكتبها لل treating physician بكتب له NOS not otherwise specified إنه أنا ما بعرف شو هي ال genetic mutation اللي عندي. تمام؟ طبعا تكتشف إنه ال not otherwise specified لسه أكثر من الـ specify. تمام؟ التي ليمفوبلاستيك لوكيميا خلص بنسميها ايه دي تي سيل بريكيرسر ليمفوبلاستيك لوكيميا لانه ما في عندي الترانسلوكيشن، خلص انا بعمل له
تي سيل ريارينجمنت بتبين لي ايش التايب اوف ميوتيشن اللي صارت عندها. بتطلع هون هذول هم الليمفوبلاست، طلع على البون مارو هايبر سيلولر. كيف بدي احدد السيلولاريتي لاي بون مارو؟ شو لازم اعرف؟ العمر بالضبط، البيشنتس ايج. بالعاده شو كيف بدنا نحسب؟ هاو تو استيميت. طبعا استيميشن للبون مارو سيلولاريتي انت كباثولوجيست باي ايز بتطلع عليه اندر مايكروسكوب، انت بتحدد البرسنتج. فممكن يكون في شويه فاريابيليتي بتوين باثولوجيست بشويه برسنتج للسيلولاريتي. برسنتج بالعاده بحددها طفل عمره 10 سنين 100 ناقص 10 90 بلس ماينس، يعني تقريبا بده يكون سيلولار بين 80 لا خلينا نحكي 99% لانه ما في سيلولر 100%. تمام. مريض عمره 70 سنه معناته 100 ناقص 70 هي 30 بلس ماينس 10 معناته بين 20-40% بس لازم تكون السيلولاريتي. لقيت هالمريض عنده 80% سيلولاريتي معناته this is definitely abnormal. لقيت هالطفل الصغير اللي عمره 10 سنين كلها شيت of proliferation معناته this is hypercellular bone marrow. تمام. بتدقق بالسلز اللي موجودين رح تلاقي شو في عنا، رح تلاقي عنا هذول الليمفوبلاست كبار large in size. الـ amount of cytoplasm is minimal. بتلاقي في عنا abnormality بالـ chromatin distribution. sometimes ممكن تشوف النيوكليولاي وبختلفوا تماما طبعا عن 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 المشهور الليمفوسايت. هيهم هون وين موجودين؟ بالبلد بالبريفيرال بلاد. بالضبط هذول هم الريد بلاد سيل. معناته انا مثلا شفت هذول الليمفوسايت بالبريفيرال بلاد معناته ذيس از ابنورمال. طبعا هذول كثير بيشبهوا المايلويد عشان هيك ما بكفي انه انا اشخص المريض احكي خلص ذيس ديفينتلي اكيوت ليمفويد لوكيميا، لازم اكمل اعمل له فحوصات ثانيه على كلاسترز اوف ديفرنشيشنز هذول السي دي حتى اعرف هل هي ليمفويد ولا مايلويد. تمام. زي ما حكينا اديشنال تيست، واحد منهم الميلو بيروكسيديز اللي ممكن يفيدني هل هي ليمفويد ولا ميلو بلاست. ميلو بلاست ار بوزيتيف فور ميلو بيروكسيديز اميون ستين، بينما الليمفو بلاست ار نيجاتيف فور ميلو بيروكسيديز اميون ستين. الكلاسيفيكيشن الثاني اللي بيعتمد شوي اكثر على المورفولوجي اوف ذا سيل راذر ذان ذا جينيتكس اللي هي الفاب الفرنش امريكان بريتش كلاسيفيك. هنا بصنفونا لياهم ل L1 L2 L3. كل ما رحت من L1 ل L3 معناتها بتحكي على more aggressive looking more neoplastic cells more bizarre shape of the lymphoblast. يعني ممكن بال L1 تلاقيهم شوي intermediate in size بتطلع عليهم كلهم في تشابه بيناتهم، بينما بال L3 بتلاقيهم definitely abnormal. اي واحد ما له علاقه بالباثولوجي ولا شايف من قبل lymphoblast بيميزهم. تمام. بس اعرف الكونسبت للكلاسيفيكيشن، وبالنسبه لل WHO اعرفوا بس الميجر تايبس اوف ترانسلوكيشن. هذا هو الميلو بيروكسيديز. ميلو بيروكسيديز انزيم المفروض انه كونه هذول السيلز ار نيجاتيف معناته this is not myeloid، معناته انا بحكي على الليمفويد. تمام. هذا الكلر طبعا هو لون السيلز لحالهم، الميلو بيروكسيديز بيعطي لون بني. So additional test اللي هو immunophenotyping for subtypes or subtyping of ALL to distinguish them from AML and to distinguish ال BALL from TALL. زي ما حكينا TDT positive in both T and B. اللي بيميز لنا اياهم اللي هم السي دي اوف ديفرنشيشن اللي هم زي ما حكينا بالبي ليمفوبلاست رح يكونوا سي دي 10 سي دي 19 20 21 22 بينما بالتي رح يكون عندنا ال 1 2 3 4 5 7 و 8. تمام. واحد من الفحوصات اللي بعملها بسميه فلو سايتومتري. من اسمه فلو معناته انا بدي امشي هالبريفيرال بلود، بدي امشي هالبلود كومبوننت تاعون البيشنت بجهاز ويصنف لي اياهم يعمل لي سكترينج لهم ديبندينج اون ذا سايز وديبندينج اون ذا جرانيولاريتي تاعت الخليه. بتعرفوا الوايت بلود سيلز زي النيوتروفيلز والايزينوفيلز والبيزوفيلز شو فيها؟ فيها الوت اوف جرانيولز. لهيك
انا الجرانيولاريتي بتاعتهم هتكون عاليه، بينما الليمفويد سيل انا مش لازم اشوف فيهم جرانيولز within the cytoplasm او بيكون مور فاين الجرانيولز هذولا، فبتعطيني جرانيولاريتي اقل. الجرانيولاريتي هاي بعملها استيميشن عن طريق شيء بسميه سايد سكتر. سايد سكتر انه انا بس اسلط بيم على هذول الخلايا قد ايه بصير لهم سكترينج بسبب الجرانيولز اللي موجوده فيه، تمام؟ يعني هالبيم هاي بس تمر بسيتوبلازم كلير ما فيه جرانيولز بضلها ماشيه لقدام ما بتصطدم بشيء يعمل لها سكترينج، بس لما تكون فيلد وذ جرانيولز هاي البيم شو بده يصير لها؟ بده يصير لها سايد سكترينج، بدها تتبعثر، تمام؟ كل ما كان السكترينج اعلى معناته انا شو بحكي؟ بحكي على مايلويد، كل ما كان اقل معناته بحكي على ليمفويد. الفلو سايتومتري بيعطيك الادفانتج انه يطلع لك بانل لاكثر من ستين بنفس الوقت زي هذا. هون انا عملت السايد سكترينج وعملت بنفس الوقت السي دي 45. السي دي 45 بيسبقوا لي كل الهيماتوبويتيك ستيم سيلز، هل هم ليمفويد ولا مايلويد بيسبقهم، تمام؟ وشوف الادفانتج تاعيته انه انا اعرف هل النيو بلاستيك سيلز هذولا هم هيماتوبويتيك، يعني اساسا المريض عنده لوكيميا ولا ليمفوما ولا عنده كارسينوما ولا عنده ساركوما، تمام؟ فشو بعمل؟ بجيب هذول المالجنانت سيلز النيو بلاستيك سيلز وبشوف كيف اخذوا الباتر تاعهم للسي دي 45 وللسايد سكترينج. اذا بتطلع عليها هون السايد سكترينج هون السي دي 45، السي دي 45 عم بيعلى بهذول البيربل سيلز، معناته انا عم شو بحكي؟ معناته انا بحكي على الليمفويد اوريجين او هيماتوبايتيك اوريجين مش كارسينوما. والسايد سكاترينج شو ماله؟ لو معناته انا بحكي على الليمفويد مش على مايلويد، تمام؟ معناته انا حددت هذا الجروب يلي اخذ هون ايش هو؟ هم اماتشور وما فيه جرانيولاريتي، معناته هم الليمفوبلاست، معناته المريض عنده ايش؟ ALL، يا ALL يا TALL. طيب كيف بدي اتاكد انه عنده بي اي ال ال ولا تي اي ال ال؟ بعمل له ماركرز للبي وبعمل له ماركرز للتي وبشوف شو اخذ منها. sometimes single marker ما بيكفيك، ممكن تحتاج اكثر من ماركر to confirm the diagnosis، واغلب الحالات نحن نطلب اكثر من ماركر واحد to confirm the diagnosis، تمام؟ مثلا نطلع على هذا البانل هون، هذول البيربل جروب بدي اشوف هون كيف اخذوا السي دي 10 كيف اخذوا السي دي 19، لانه حكينا سي دي 10 والسي دي 19 شو مالهم؟ بي سيل ماركرز. طلع على السي دي 10 عالي، طلع على السي دي 19 عالي، معناته هذول السيلز اللي السيلز اوف كونسيرن انا بدي اعرف شو هم، ار سي دي 10 بوزيتيف اند سي دي 19 بوزيتيف. بيل بالضبط، بيل فوبلاست. طيب فحوصات ثانيه ممكن اعملها التي دي تي والسي دي 79 اي. حكينا التي دي تي الابنورمال الام ماتور سيلز بياخذوا التي دي تي، السي دي 79 اي هو واحد برضه من الماركرز لدفرنشيات البي ليمفوسايت. طلع عليها هون التي دي تي عالي والسي دي 79 عالي، معناته انا بحكي على ام ماتور بي ليمفوسايت، تمام؟ السي دي 45 از جنرال ما بفيدك كثير هل هي ماتور ولا اماتور، بيميزك هل هي هيماتوبايتيك ولا لا، تمام؟ فانا بدي ماركر ثاني للماتوريتي اللي هم مين؟ التي دي تي او السي دي 34 اللي حكينا عنهم بالبدايه. فهون انا عملت التي دي تي مع بي سيل ماركر اكد لي انه هذول اماتور وبي بوزيتيف. طيب نيجي هون نشوف ال CMP سوري ال MPO الميلوبيروكسيديز مع ال CD34. CD34 ماركر في الماتوريتي المفروض ألاقيه بوزيتيف بالليمفوبلاست، صح؟ فبالتالي بتطلع على الفيربل هذا طلع كيف اكستندينج اند يعلى، معناته البيشنت بوزيتيف لل CD34، معناته this is definitely ايش مالهم؟ اماتور. بينما ال MPO شو ماله؟ لو، معناته هذول مش ايش؟ مش مايلوي، معناته هذول ديفينتلي هلا انت شو تربط اميونو ستينز؟ شو تاخذ مثلا انت مثلا بتاخذ الام بي او
مع ال تي دي تي انت حر، انت بتحدد للجهاز ايش ال ايش البانل يلي انت بدك اياه بالضبط، تمام؟ فهذولا مش فيكس انه دائما لازم اعملهم بهذا الترتيب. ممكن تقتصر على حالك، تعمل يعني مثلا ما بدي هالقد ماركرز للدي، اعمل سي دي 10 وسي دي 19 وسي دي 79A، خلص بعمل له مثلا سي دي 10 وسي دي 19، انت البوست خلص ممكن اكتفي بهذا. اوكي دكتوره، هلا احنا بس نطلع على البيرتل صح؟ اه البيرتل ليش؟ لان من البانل الاول حددتهم انه هذول البلاست لانهم اخذوا سي دي 45 والسكترينج لهم لو، تمام؟ طيب البروجنوسيس بالاي ال ال فيفربل بروجنوس ترانسلوكيشن 12 21، الهايبر دايبلويدي اللي هم زي ما حكينا بيكون عندهم اليفيتد نمبر اوف كروموسومز، سي دي 10 اكسبريشن برضه انديكيتس جود بروجنوسيس، والتشيلدرن بتوين ايج 2 to 10. بالعاده اللوكيميا بالاطفال اقل من سنتين او اكثر من 10 سنين بتكون اسوء، تمام؟ البور بروجنوسيس translocation 119, translocation 411, 922 اللي حكينا عنها في لدى في كروموسوم and hypodiploidy يعني المريض اللي عنده كروموسومات أقل. CNS involvement in distinal mass برضو indicates poor prognosis. CNS involvement معناته أنا في عندي extension أكثر للوكيميا بغض النظر هل هي B ولا T. والmedistinal mass معناته indicates إنه this is most likely TALL rather than B، وحكينا إنه T أسوأ من ال من البي. الهايبودايبلويد عايدين لكم اياها كمان مره، لاك اوف سي دي 10 اللي كان موجود، الهاي وايت بلد سيل كاونت فور ذا واحد من البور بروجنوسيس، والتي سيل زي ما حكينا. هلا السي دي 10 شو فائدته؟ انه وي هاف تارجتد تريتمنت لايده، تمام؟ فممكن يستفيد المريض على التارجت ثيرابي للسيلز اللي عندهم سي دي 10، بينما ما بيستفيد منه اللي ما عندهم. How to treat aggressive chemotherapy. 95% of children with ALL will obtain remission, 70 to 80% منهم will be cured. تمام؟ But this is very important لأنك أنت عم تحكي على إيش؟ تحكي على the most common malignancy in children. تمام؟ بس مشكلتهم إنه خلال ما هو عم بياخذ the course of chemotherapy لأنه aggressive chemotherapy رح يعانوا من كثير side effects وكثير symptoms related للكيموثيرابي نفسه، تمام؟ بس كلهم بيروحوا after ما انت وقفت له هذا الكيموثيرابي. Treatment of 922 positive ALL اللي هي BCR-ABL برضه اللي لها target therapy اللي هي فيلادلفيا كروموسوم. مع كل هذا مع كل التريتمنت still ALL هو leading cause of cancer death in children، لأنه زي ما حكينا هو most common. الأكيوت مايلويد لوكيميا حكينا عن الأكيوت لينفويد اللي فيها لينفوبلاست، هلا بدي أحكي عن الأكيوت مايلويد لوكيميا اللي فيها مايلويد إكسبانشن، معناته أنا في عندي هالكلونال إكسبانشن اللي صار هذا إنفولف واحد من اللاينز أوف كومون مايلويد بروجينيتور اللينفويد سيلز نورمال، تمام؟ AML primarily affect adults، الميديان ايج تقريبا 50 years، هنا بحكي على الكبار بالعمر بعكس الـ AML اللي كانوا صغار بالعمر. Diagnosis and classification of AML based on morphology, histochemical findings, immunophenotype والكاريوتايب findings اللي هم الكروموسومال abnormalities. 20% of all leukemias are AML و 85% من الـ adult leukemia هم AML، تمام؟ حكينا الـ ALL 15% بالـ adult بس بتصير والـ 85% بيكونوا AML. طيب حتى نفهم المايلويد لوكيميا نشوف المايلويد ماتوريشن. طلع كيف؟ كيف عندنا مايلو بلاست، مايلو بلاست will form the promyelocyte. The promyelocyte will become the myelocyte. Myelocyte meta myelocyte بعدين تعطيني البان وبالأخير مين؟ فالماتوريشن من الميلوبلاست لحد ما نوصل للنيوتروفيل اللي هي بتكون بالبريفري. اي ابنورماليتي بتصير هون، اي بروليفريشن لاي وحده من هذول معناته دخل بكلونال اكسبانشن، ما كمل الديفرنشيشن تاعه، معناته دخلنا باكيوت مايلويد لوكيميا. الفاب كلاسيفيكيشن للاي ام ال، الفاب سب تايبس
بيصرف لنا اياهم ام 0 ام 1 2 3 لحد ما نوصل للام 7. ديبند ايش التايب اوف سيل اللي صار له صار فيه هالابنورماليتي او هالجيناتيك ميوتيشن. فور اكزامبل لما بحكي على ام 0 معناته انا بحكي على ان ديفرنشيتد فورم اوف سيلز، يعني السيلز فيري بلاستيك. ما بعرف الاوريجن تاعهم بالضبط، هل هو ميلو بلاست ولا هل هو ميلو سايت ولا شو بالضبط، تمام؟ قد ما هم نيو بلاستيك وابنورمال. الام 1 معناته عم بحكي على شيء بنسميه ميلو بلاست وذاوت ماتوريشن، بينما الام 2 عم بحكي على ميلو بلاست وذ ماتوريشن، معناته الاكسبانشن بالام 1 وين صار؟ هون. اذا وذاوت ماتوريشن بعطيني ام 1، اذا وذ ماتوريشن بعطيني الام 2 باول ستيب. بنكمل الام 3 وين صار؟ بالبرو ميلو سيتي هون، برو ميلو سايت اكسبانشن. الام 4 الميلو مونوسيتك، هذول هم الام 5 بالمونوسيتك، تمام؟ بالمونوسايت بالديفرنشيشن الاكثر. الام 6 اريثرولوكيميا، معناته افكتنج اي لاين اللي بده يعطيني ايش؟ اريثرويد. والام 7 الميجا كاريوبلاستيك، معناته افكت ذا لاين البروتين البلاتلتس، تمام؟ ما راح اطالبكم تحفظوهم يعني، بس يعني تو هاف ان ايديا على الفاب كلاسيفيكيشن اوف اي ام ال. تحس انه الفاب ديسكريبتيف اكثر من انه جينيتكس. نفس الشيء دبليو اتش او جينيتكس اكثر من انه ديسكريبتيف. الدبليو اتش او كلاسيفيكيشن اوف اي ام ال تعتمد ايذر على ريكت نورماليتيز اللي كنا نحكي عنهم بال، انا هون محدده ايش هم الجينيتك ميوتيشنز، هذول ويل فورم سبيسيفايد للاي ام ال، او اما اي ام ال ان او اس نوت اذروايز سبيسيفايد، تمام؟ في عندنا ثيرابي ريليتد مايلويد نيوبلازمز، سيرتن بيشنت بياخذوا سيرتن كيمو ثيرابيز، هذول الثيرابي او سواء كان كيمو او ريديو ثيرابي مايت اندوس يصير عند المريض لوكيميا، هذول بنسميهم الثيرابي ريليتد. وفي عندنا الـ AMLs اللي هم بصيروا مع الـ MDS الـ Myelodysplastic Syndrome، أخذوا عنه later on. هنا نفس الشيء Classification WHO Classification بيننا إيش هم الـ Major Genetic Mutations والـ Prognosis لكل واحدة فيهم. طلع كيف الـ Translocation 8-21 Trans, Inversion of Chromosome 16 Translocation 15-17 شو أعطاني؟ أعطاني Favorable Prognosis، بعكس مين؟ بعكس الترانسلوكيشن اللي صار على 11Q23 اللي أعطاني poor prognosis. فالبروغنوسيس depends على الجينيتك ميوتيشن، لهيك الـ WHO قرروا إنه أنا بدي أصنف الـ AML على الجينيتك ميوتيشن، لأنه بالأخير هي اللي بتهم المريض، هي اللي بتهم البروغنوسيس تاع البيشنت. Most AML harbor mutations in gene encoding transcription factors that are required for normal myeloid cell differentiation. لما تاخذ هالميوتيشن معناته الديفرنشيشن اللي المفروض يصير نورمال صار اب نورمال عملت هي اللوكيميا. سو اي ام ال معناته بدي الاقي مايلويد بلاست او برو مايلوسايت وين؟ ب البون مارو، ويطلعوا لي برا على البريفيرال سيركيليشن. بالعاده مور ذان 20% اوف ذا بون مارو سيلولاريتي لازم تكون كلها عباره عن مايلويد بلاست. في عندنا المايلو بلاست وفي عندنا البرو مايلوسايت، تشوفوا صورهم هون. طيب This is the hypercellular bone marrow. هذول كلهم اللارج الابنورمال هم عبارة عن ميلوبلاست، ميلوبلاستيك بروليفريشن. بتطلع على الميلوبلاست شو بحكي لك؟ ميلوبلاست contain delicate nuclear chromatin. إذا بتطلع على النيوكليوس بتحس في أشياء هيك، يعني اللون مش هوموجينس، تمام؟ فهذا بدلنا على إنه في delicate nuclear distribution للكروماتين. وشو في عندنا هدول؟ هدول هم اللي نيوكليولاي، فهدول البيشنت بيكون عندهم prominent nucleoli within the nucleus. In addition للسيتوبلازم رح يكون فيها azurophilic cytoplasmic granules بيكونوا fine بالميلوبلاست، بينما ايش مالهم بالبروميلوسايت؟ كورس. طلع على الجرانيولز الموجودة هون وقارنوها بالموجودة هون، هون يدوب مبينين صح؟ فاين جرانيولز، بينما هون في عندي كورس جرانيولز.
واحدة من الأشياء برضو اللي بتساهم بالدياجنوسس في AML إني أشوف الأورس رود. الأورس رود هم هذولا اللي هم زي needle like structures بيكونوا موجودين within the cytoplasm of the cell. طبعاً الأورس رود ما بشوفهم بكل ال variants of AML, بشوفهم ب certain types. فمثلا شفت الـ AML بيساعدوا كثير على ديفرنشي انك تفرق هل هو ALL ولا AML. هذا الميلو كريبسيديز, تذكروا الصورة اللي شفناها بالأكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا كان كله أزرق لأنه مش ماخذ لون. هذا الميلو كريبسيديز هون بوزيتيف, هذول النيو بلاستيك سيلز. هذا التشو هو بون مارو. كيف عرفت بون مارو؟ لأنه في عندي فات دروبلتس اللي أنا بشوفه بالنورمال بون مارو. في عندي لارج سيلز أخذين لي الميلو بيروكسيديز, فبالتالي this is positive for ميلو بيروكسيديز, معناته النيو بلاستيك بروليفيك فوز باي ميلو بلاستس rather than ليمفو بلاستس. So in AML expression immunologic markers is heterogeneous. Most of tumors express some combination of myeloid associated antigens say CD13, 14, 15, 64 will kit or CKIT will CD 11-7. CD34 زي ما حكينا هو marker hematopoietic stem cell زيه زي ال TDT. برضه هذا الماركر زي ما حكينا important to differentiate AML وال ALL. أهم إشي تعرفوا لي المين ماركرز هذول ما رح أطالبكم فيهم. CD KIT أو CKIT CD117 هذا مهم تعرفوا إنه بالمايلويد, لأنه بساعد إني أميز بليك مايلويد لوكيميا ولا الليمفويد لوكيميا. زي ما حكينا CD34 TDT والميلو بيروكسيديز, هذول الأشياء المهمة. أوكي, غير هيك هذول مين ما تغلبوا حرفوا فيهم, لانه باغلب المختبرات اساسا هذول الاميونوستينز نوت افيلبل. يعني بتلاقي السيكت, بتلاقي السي دي 34, بتلاقي التي دي تي, بس ليش تحفظ شيء انت ما راح تستخدمه بكلينيكال. كلينيكال فيتشرز ما في شيء يميز الكلينيكال فيتشرز بالاي ام ال عن الاي ال ال, كلهم دي سيم سيمتومز انيميا نيوتروبينيا ثرومبوسايتوبينيا. تمام, لانه كلهم افكتنج كل ال البون سيل او البلد سيل اليمنت. تمام, سبينوميجالي لينفادينو كثير ليس بروميننت ذان اي ال ال, طبيعي لانه اغلبهم هذولا شو بيكونوا بالضبط, بيكونوا عباره عن لينفويد تشو السبلين والليفر. تمام, اساسا بس تروح على السيرجري يحكي لك الدكتور اكزامين ذا لينفاتيك سيستم فور ذا بيشنت. مثلا واحده من الاشياء اللي لازم تفحصها الابدومن حتى تشوف هل في عنده انلارجمنت بالليفر او عنده انلارجمنت بالسبلين, لانه هم بارت من الليمفاتيك, بارت من الاميون سيستم, بارت من الليمفاتيك سيستم, بيستقبلوا الليمفويد سيل بس ما بيكون في عندهم مايلويد, ما لهم علاقه بالنيوتروفيلز ولا لهم علاقه بالايوز ولا بالبليتلتس. تمام, فما بتشوف عندهم الاورجانوميجالي اللي بتشوفها بالاي ال ال. ريلي اي ام ال ما يبروديوس تشو ماس, بنسميها جرانيولوسيتيك ساركوما. Certain types of AML اللي هم related للmonocytic differentiation برضو might involve the skin and the mucocutaneous membranes. يعني بتلاقي في involvement of the skin by AML. Okay, central nervous system برضو spreading ممكن يصير بس less than ALL. فبالتالي prophylaxis أو intrathecal treatment or chemotherapy is more important في acute lymphoblastic leukemia than acute myeloid leukemia. Still it is a devastating disease. Prognosis depends على genetic mutation, على karyotyping abnormality. The overall survival patients only 15-30% مع الثيرابي. It is more aggressive than ALL. Tumors with good risk karyotyping abnormalities هم اللي عندهم genetic mutation زي ما حكينا بالتابل 8-21, inversion 16, translocation 15-17 برضو مهمة. AML associated with P53 tumor suppressor gene mutation برضو بنشوفها ب اللي هم ال AML related لل MDS والثيرابي related. تمام, يعني بنشوف ال P53 بأي جروب هون على التابل هون وهون. تمام,
This is very important. That will be involved in many types of cancers. طيب favorable prognosis حكينا karyotyping حكينا إيش هم الجينيتيك ميوتيشن associated with favorable prognosis بالAML بينما الانفيفرابل هم translocation 922 deletion of chromosome 57 translocation 69 inversion chromosome 3 abnormalities of chromosome 11 الage more than 50 برضو bad prognostic factor therapy related AML برضو bad prognostic factor leukocytosis والMDS ليش هذول الثنتين في 53 mutation is very bad وما إلها target therapy فهذا الاسوشيتد وذ بول بروجنوسيس التارجت الثيرابي اهم شيء اللي هي الترانسلوكيشن 1517 بالاكيوت برومايلوسيتيك لوكيميا اكيوت برومايلوسيتيك لوكيميا تكون حامله جينيتيك ميوتيشن هي ترانسلوكيشن 1517 حكينا عنها في فيربل بروجنوسيس الفيوجن اللي بصير فيه هو بنسميه بي ام ال رارا بروتينز فيوجن هاي الميوتيشن بلوكس بمايلويد ديفرنشيشن فبيوقف الديفرنشيشن وين؟ بيوقف الديفرنشيشن على البرومايلوسيتيك فبضلها شو بس تعطي بس تعطي برومايلوسيتيك سيلز اوكي؟ هذا الترانسلوكيشن الها سيرتن تارجت ثيرابي ممكن تو اد اون كيمو ثيرابي فبالتالي البروجنوسيس بيختلف 180 درجه مع هذول البيشنتس والسايد افكتس برضو للتارجيتد ثيرابي مختلفة عن السايد افكتس اللي بنشوفها بالكيموثيرابي الافكت اوف تارجيتد ثيرابي على النورمال سيلز اقل بكثير من الافكت اوف الكيموثيرابي على النورمال سيلز طيب وانت بدك تعالج المريض بالكيموثيرابي النورمال ادجيسنت سيلز رح تتاثر برضو بينما التارجيتد ثيرابي خلص هو تارجت ذا جينيتك ميوتيشن بس بياثر على السيل اللي حامله الجينيتك ميوتيشن هاي والسيلز الثانيه ما له علاقه فيهم فبالتالي السايد افكت بتكون اقل والامبروفمنت احسن والمريض كان توليريت ذس ميديكيشن اكثر من الكيموثيرابي بس للاسف مش كل جينيتك ميوتيشن لها تارجت ثيرابي تمام الكيوريتيف تريتمنت ايش بيكون بون مارو ترانسبلانتيشن تمام والريكيرنس افتر بون مارو ترانسبلانتيشن از باد بروجنوستيك فاكتور طبعا هاي المحاضرة مش داخلة بالمد اوكي